في عرس وخطوبة قلنا من هي العروس جدة يا 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 جدة يا. المتأمل لحال الفنادق والمطاعم في مدينة عريقة كمدينة جدة يلحظ على الفور ذلك النمو المتزايد في هذا القطاع، والذي يرجع لأهمية مدينة جدة كمتنفس سياحي هام للكثير من الزوار والأهالي، وهذا ما أدى في السنوات الأخيرة إلى قفزات كبيرة في الانتشار والنوعية واعتماد الناس على هذا النوع من الترفيه في ظل ضعف وندرة الخيارات الأخرى. إلا أن الصورة لا تبدو تماما كما يجب، فقد صاحب هذا النمو تفاوتا في مستوى الخدمات والأسعار، مما يشير إلى حاجة ملحة في زيادة الرقابة والتصنيف. عندنا في مدينة جدة عدد المطاعم والمقاهي يعني في زيادة. أول ما تدخل المكان حيبهرك المكان بالأتموسفير والديكور والميوزيك والمينيو، بس في مقابل أنه ما تكون في خدمات ولا المذاق الطعام المقدم في المينيو يستحق أنك تدفع طبق نفترض ستيك ب70 ريال، هو بحقيقة يمكن ولا 30 ريال ما بيكلف. الأغذية والمشروبات ماخذ مساحة كبيرة في المشاريع الموجودة عندنا في المملكة، فطبعا هو يعتمد على الضيافة، فهو هنا نحتاج تدريب الموظفين على كيف تقييم الضيافة، كيف تعامل مع الشخص، كيف تعامل مع الزبون، كيف تقييم، نحتاج تدريبات كثيرة على الموضوع هذا. واحدة من المعضلات في تصنيفات هذا القطاع من فنادق أو شقق مفروشة أو مطاعم فاخرة أن الكثير من المستفيدين لهذه الخدمات قد لا يجدون آلية واضحة يقدمون بها الشكاوي أو السلبيات للجهات المسؤولة، وبالتالي تغيب أصواتهم عن ملامسة اهتمام المسؤول، وهو ما يجب أن يتغير إذا أردنا أن ننهض بهذا القطاع. معايير الجودة لا تحددها الأسعار فقط، ولكن تحتاج إلى استثمارات ذكية تهتم بالخدمات الكاملة والمرونة والنظافة ومعايير السلامة والاحترافية وحتى الابتسامة، كلها تفاصيل دقيقة يجب أن يحظى بها المستفيد من هذه الخدمات. لبرنامج ياهلا، صبري بايسير، جدة. شكرا صبري لمناقشة هذا الموضوع معنا في استديوهاتنا هنا في الرياض، مدير التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى. أهلا وسهلا بك. حياك الله مهندس. أهلا وسهلا. شو رأيك في التقرير؟ والله تقرير ممتاز، يعني على الأقل أرضى يعني ما نشعر فيه دائما من 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 قل يعني يعني قلة في ثقافة الجودة، يعني كثير من طيب ما هي المعايير والاشتراطات اللي أنتم تضعونها في الهيئة؟ والله تعرف الهيئة طبعا يمكن التقرير تحدث عن المطاعم وعن غيرها من الأنشطة، لكن الهيئة تتحدث يعني تشرف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، والمعايير اللي موضوعة في التصنيفات في الفنادق في نظام النجوم أو الدرجات بالنسبة للدرجة للسكنية المفروشة تعتمد على عنصرين أساسيين: المبنى ومكوناته، ثم الخدمات وطريقة تقديمها. ونعتقد دائما انه الخدمه العميل يهتم بالقضيتين. المبنى اساسي للعميل من حيث كفاءه المبنى وقدرته وتوفير عوامل السلامه والامن فيه، ثم طبيعه الخدمات يعني مستوى هذه الخدمات. وانا اقول دائما انه نحن نتحدث لا يجب ان تكون الخدمات كلها بمستوى واحد، لكن يجب ان تصنف هذه الخدمات حسب مستويات الخدمه. يعني الجودة يجب أن تتوفر في كل مستويات الخدمة، سواء من نجمة أو نجمتين أو ثلاث، لكن الجودة تتماشى مع هذا المستوى من التصنيف، ثم العميل هو اللي يحدد ما هو يعني المستوى اللي بيستخدمه مقابل السعر اللي بيدفعه. فيمكن هذا ما ينقصنا، أنه في شعور لدى الناس حتى طيب. المستثمرين بأنه اللي درجاتهم متدنية في التصنيف يجب أن يقدموا خدمات سيئة، وهذا يعني فهم مغلوط لقضية المفروض يحاول أنه فهم مغلوط لقضية الجودة يعني. طيب في 6 يونيو في تصريح لك في جريدة الرياض قلت ما نصه لابد من تنظيم قطاع الإيواء لإيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، والتأكيد للسائح السعودي أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى. في رأيك ما تقدمه الفنادق عندنا وانت متابع يرتقي للمنافسة مع الفنادق الموجودة في الدول المجاورة كما صرحت؟
أقول أنه بدأ يرتقي. أنا لا أستطيع أن أقول أنه يرتقي. كما تعلم أخي علي ويعلم الجميع، نحن بقينا أكثر من 20-25 سنة ما نملك أي فنادق عالمية. اليوم صناعة الفندقة فيها احترافية عالية وتحتاج إلى شركات متخصصة، ونحن لا نملك. بس إحنا تعرف لما أنت تتكلم عن أوتيل مثلا دبي راح صار السعوديين يروحونها بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع الأوضاع في مصر والأوضاع في بيروت. الأوتيل في دبي عبارة عن عالم يعني مطاعم كثيرة، منتجعات، بينما هنا لا، يعني هنا حتى بعض الفنادق الكبيرة جدا والمعروفة اللي الناس تبغى تروح لها يعني تشعر كذا بحالة من اللوبي يكون معمول بطريقة معينة، يكون صغير في معايير، لكن ما في شيء يعني تقدر تقول عليه متنفس حقيقي. وأنا قلت لك أن غياب الصناعة المحترفة، غياب الإدارات المحترفة لأكثر من 25 سنة عن المملكة، غيبنا عن الصناعة الفندقية الحقيقية واعتمدنا على استثماراتنا المحلية. استثماراتنا المحلية بنيت بأفكار عقارية، لم تبنى بأفكار فندقية، والفارق كبير جدا بين القضيتين. مستثمريننا هم مستثمرين عقاريين استخدموا مبانيهم أو حولوا جزء من مبانيهم لفنادق، وهذا أثر كثير على الصناعة الفندقية. اليوم خلال السنتين الأخيرة أنتم تشوفون وتشاهدون أنه كثير من الشركات العالمية بدأت تدخل. هذه الشركات ما تدخل أساساً إلا إذا تطور المستثمر اللي أمامه، لأن هذه شركات تشغيل لها اشتراطات معينة اللي تشغل هذه الفنادق. أنا أعتقد أنه بدأنا نشوف اليوم فنادق في الرياض وفي جدة وفي الشرقية، بدأنا نشوف فنادق جديدة بدأت تظهر بالمفهوم اللي نشوفه في أي دولة في العالم مجاورة أو بعيدة عننا، وهذا سيحتاج وقت. لكن أنا أكد لك أنه خلال السنتين القادمة الرياض مثلا سيشهد يعني قفزة نوعية في الفنادق الراقية اللي بتشوف فيها هذه الخدمات. واليوم يمكن لو دخلتوا في بعض الفنادق اللي يعني اللي فيها الحديثة بتشوف تغيير جذري في منظور الفنادق للسياحة. نعم. طيب معي على الهاتف رئيس اللجنة الوطنية للسياحة مجلس الغرف التجارية السعودية الأستاذ محمد المعجل. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك. يعني أهلا والله مرحبا. نعم. كمهتم بالجانب السياحي، ما هي إسهامات قطاع الفنادق والسياحة في رفع مستوى السياحة في المملكة العربية السعودية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعتبارا ان الاماكن الايواء سواء فنادق او الوحدات السكنيه المفروشه تعتبر هي عنصر رئيسي في تنشيط اي سياحه. يعني السياحه بدون ايواء ليست سياحه. فبذلك في السعوديه الان الحقيقه خاصه مع وجود الهيئه العامه للسياحه والاثار واشتراطات الهيئه لرفع مستوى اداء القطاعات الفندقيه، هناك يعني مجموعه كثيره من الفنادق، ولكن دائما احنا نتمنى ان الفنادق تكون مستوياتها اعلى بكثير مما يعليها. اتجاهات الحقيقة في السنوات الأخيرة هنا فنادق ضخمة بشكل مبنية بشكل يعني مجمعات ليست فقط فندق فقط، إنما تشمل وأخذنا مثلا الفور سيزن المملكة أو مثلا. طيب ما هي المعوقات يعني اللي تحول دون يعني الإسراع أو في الرقي والمنافسة الفنادق اللي موجودة في دول الخليج؟ يعني على التحديات حقيقة تواجه القطاع الفندقي مقارنة إذا ما في دعم عادي في تمويل دعم تمويلي، لأن المنشآت السياحية الضخمة هي حقيقة مشاريع تنموية صار مدة طويلة عشان تعيد البي باك حق هنا. فأغلب الدول في دعم فروض، خلينا نقول فروض ميسرة أو فروض من جهات يعني مختصة في هذا الشأن. في السعودية كان هناك في دعم من الدولة، وقف الدعم لاعتقاد ان الفنادق خلاص اكتفت فيها المدن الرئيسيه والقرض اكتفى فقط في المدن البعيده والمدن الاقل نمو، وهذا ابعد المستثمرين ان هي، لان المستثمر هو في الاخير رجل اعمال يعرف وش المشروع السياحي وش المشروع التجاري اللي يدخل له اكثر. المشاريع الفندقيه يبغى لها دعم، يبغى لها قروض تكون ميسره، تسهيلات ايضا في عمليه لتأخذ التراخيص، دائما تأخذ مدة طويلة التراخيص تكون مدة يعني تكون سريعة. أيضا الآن صار في بعض الأحيان يكون نقص في بعض المواقع الأراضي يعني، لكن التمويل هو جزء رئيسي وعنصر أساسي في التحديد. شكرا لك. نعم شكرا لك أستاذ محمد المعجل رئيس اللجنة الوطنية للسياحية بمجلس الغرف التجارية السعودية على هذه المداخلة. ننتقل من هذا القطاع، راح نرجع له بعد شوي، لكن أنا بدي أسأل أيضا عن المطاعم والمقاهي. يعني لا يوجد تصنيف ولا نظام صارم يحدد يعني
مستوى، وهذا الأمر أدى إلى أحيانا انفلات الأسعار. والله لا شك هو قطاع المطاعم أنا أعتقد أنه فيه يعني شبه غياب في قضية ضبط الجودة فيه. البلديات تبذل جهد يعني معقول في هذا الأمر، لكنها لم أرى حتى الآن الحقيقة معايير واضحة لتقييم المطاعم وتصنيفها. رأيت مطالبات كثير الحقيقة في الصحافة خلال السنة الماضية، يعني بعد ما رأى الناس تصنيف الفنادق، وكان في السؤال يسأل ليش المطاعم أيضا ما تصنف. وأنا أعتقد أنه هذا عرف عالمي موجود في كل دول العالم، أنه المطاعم تصنف في دول العالم. ونتمنى الحقيقة أنه يعني الزملاء في وزارة البلديات يبدون يفكرون بهذا الأمر، ونحن لا نأتي بتجربة جديدة، يعني نأتي بتجربة مطبقة في 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 الدول المجاورة لدينا، أن تصنف المطاعم طيب بنفس ما تصنف الفنادق بمستويات خدمة معينة ثم بأسعار تتماشى معها. نعم أسعار. جميل. لكن يعني إحنا في الفترات المقبلة حنشاهد يعني ناس يذهبون للأوتيل الفلاني من أجل المطعم الفلاني، هي طبعا تصير في السعودية بس ما هو بنفس المستوى اللي في الدول الأخرى. صحيح. أيضا منتجعات أمور كثيرة إن شاء الله راح نشوفها. لكن سؤالي لك، المعايير، لما نتكلم إحنا عن المعايير، أنتوا كنتوا صارمين فترة من فترات، لا أدري استمريتوا في هذا الموضوع ولا لا، موضوع المواقف السيارات. أنا الحقيقة اندهشت في قبل يومين في الظهر في أوتيل كبير جدا وفايف ستار ومبني ترى جديد، يعني ما طبق أهم شيء، يعني ما عنده مواقف يعني تحت الأوتيل مثل الأوتيلات الأخرى. أبدا تلاقي ازدحام كبير، موقفين برا هذا منتشر السيارات، حتى يعني ما في أراضي أساسا يعني فاضية جنب هذا الأوتيل، مع العلم أنه هذا كان من ضمن الاشتراطات حتى أنكم هددتوا أنكم تصح يعني التصنيف يكون أقل. هذا الفنادق اللي ما تطبق كل معايير، سواء مواقف سيارات أو مساحات معينة أو عدد معين من الغرف أو مستوى معين من الخدمة. والله احنا يعني لازلنا متشددين في هذا الأمر، والمواقف أيضا تعتمد على درجة التصنيف وقد تخفض درجة التصنيف. هناك بعض الفنادق اللي كانت قائمة من السابق لديها لازالت مشكلة، ولازلنا في محاولة بحث عن بدائل لهذا الأمر في مدينة الرياض وفي غيرها من المدن. وهناك بعض الفنادق مثلا اللي قد تقدم لك في فترة من الفترات يعني مواقف معينة، خصوصا اللي تكون مربوطة بأسواق، وقد تختفي هذه المواقف لسبب الأسباب. نحن نراقب هذا بشكل يعني روتيني ونتأكد من ذلك. وأيضا نلزم الفنادق الخمس نجوم والأربع نجوم بخدمة إيقاف السيارات، يعني حتى لو وجدنا عنده مشكلة ولا نستطيع نحلها لفترة من الفترات نطلب إيقاف السيارات. في بعض المرات أيضا لما تكون في فترة النهار يعني تكون فيه إشغالات في الفندق أخرى غير السكان، يعني يكون في الفندق مثلا مؤتمر، ملتقى، غيرها من الأمور اللي قد تؤثر على سعة الفنادق. أنا أتفق معك أن الفنادق القائمة في بعض الفنادق نعاني فيها مشكلة مواقف، وبعض الفنادق حتى الآن ما وجدنا حلول حقيقة لها. طيب إيش ممكن السيناريو يكون اللي ما راح تجدوا له حلول؟ غالبا معظمهم بدأ يفكر بتحويل المبنى، يعني باستخدام مبنى آخر. يعني أنا أحد الفنادق اللي في مدينة الرياض الآن بدأ خلاص يعني يفاوض المالك على أنه يترك هذا المبنى لينقل الاسم التجاري حقه التشغيلي إلى مبنى آخر، وهذا المبنى قد يتحول إلى مبنى سكني. لكن لا يمكن، يعني في منطقة لا يمكن، يعني حاولنا نجد أي حل من الحلول، لا يمكن. منطقة مكتظة، الأراضي فيها مشغولة، لا يمكن يشتري أرض. نعم. وفي فنادق أخرى، يعني أحد الفنادق اللي في مدينة الرياض مثلا في شارع المطار اشترى أرض كلفته مبالغ كبيرة وحول فلتين مجاورة له، واضطر أن يحولها إلى مواقف. فالهيئة الحقيقة متشددة في هذا الأمر، ولا تمنح الترخيص إلا بعد التصنيف، إلا بعد التأكد من هذا.